يسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وتحية نتجدد بهذا البرنامج الرياضي اليومي على قناة الكويت الرياضية. في كل حلقة نسولف عن رياضة، قوانينها الرئيسية بالإضافة للقوانين المستحدثة منها. اليوم رياضتنا غير، أنا متأكد أنها غير، ولا حلقة سابقة طلعنا فيها ولا حلقة سابقة سولفنا فيها. اليوم بهذه الحلقة فعلا راح أتعرف عليها بشكل أدق. شنو هي يا ترى هذه الرياضة؟ بعد البطاقة تعرفي. من بعد البطاقة التعريفية تعرفنا على ضيفنا وعلى رياضتنا، لكن بالاستوديو خلوني ارحب بضيف فهد سالمين برياضة الغوص والانقاذ. حياك الله فهد. الله يحييك، نورتنا. نور نورك فهد. طويل العمر، يعني من خلال اللقطات اللي قاعد نشوفها واللي راح نشوفها بالزود وزود وزود، نبي نتعرف على هذه الرياضة، رياضة الغوص، نعرفها شنو هي بتفاصيلها بانواعها، لكن هذا النوع شيء جديد اللي هو الغوص والانقاذ تحت الماي باشياء قاعد نشوفها يمكن جديدة علينا، شنو هي؟ هو معترف ان الغوص كغوص عادي، الناس تطلع تغوص تستانس بجزر، والناس تستخدم الغوص كصيد. نعم. بس هو فعلا شيء جديد لما يكون في منافسة على الغوص. نعم. خاصة الغوص السكوبا. يعني في منافسات الغوص الفري دايف من زمان، بس الغوص السكوبا هذا شيء جديد. اللي هو يحط لك موانع تحت الماي، كالانقاذ يحط لك دمية تحت الماي. حلو. وكله يعتمد على الزمن. حلو. السرعة والتركيز والاداء نفسه تحت الماي. تمام. انتم الحين قاعد تقومون فيها في خلينا نقول يعني احواض السباحه المغلقه. أيه. عدل. طلعتوا فيها اكيد في البحر. لا هي ما فيها بحر. ما فيها بحر. ما فيها بحر. مالها شغل. أيه. لانه البحر. لازم يكون في تصوير، في حكام معك. نعم. في اشياء معينه خاصه في المسبح. المسبح المغلق. أيه. انا لان سمعت الانقاذ فتوقعت انه ايضا حتى في البحر. لا هو يكون على مسافات معينه. جميل. يعني في مثلا سباقات ال25 متر وال50 متر وال300 متر. حلو حلو. فما يقدر تستخدم البحر بهالاشياء. ممتاز. 25 متر يعني تقريبا رايح، 50 متر رايح راد. لا رايح 50 متر. أيه؟ راد. آه. رايح راد 100 متر. اه 100. أيه. متر المسبح طوله تقريبا 50. 50 متر. أيه. ممتاز. ليه قلت لي 300 متر؟ رايح راد هذا 100. ايه. رايح راد مره ثانيه 200. حلو. ورايح راد الثالثه ماكسيموم 300 متر. ماكسيموم 300 متر. ممتاز. شنو هذه الاشياء اللي الاساسيه اللي تقومون عليها او تسوونها داخل المسبح؟ طبعا هو يعتمد كله التمرين على السباحه. نعم. ومهارات الغوص نفسها. حلو. عندك موانع تحت الماي. نعم. انك تكون من قوانين اللعبه يعني. ايه. ان لما تدش المانع ما تحوش الموانع بالزعانف او بالسلندر. حلو. في سنسر لها؟ ما في سناسر، بس هي فيها بويات. نعم. ومثل ما قلت لك اللعبه بمسبح. ايه؟ فالماي هادي. صح. فلما انت تحوش المانع راح تتحرك السنسله نفسها. نعم نعم. فهذا هني يزيد من وقتك بالتايم، انت تحتاج تايم اقل عشان تخلص تحقق مركز. تمام. اذا حشته يردك مثلا من البدايه؟ ما يردك من البدايه. مثلا انت خلصت السباق. ايه؟ بدقيقه. ايه؟ حشتها يزيد عليك 10 ثواني. ها هو زياده. هو زيد على، إيه على طول يزيدك 10. إيه. ثواني. العدل. الحركات شنو هي اللي تقومون تحت؟ يعني شنو فيها اشياء تحت بالموانع؟ هو تنزل موانع، تعدي الموانع، تفسخ النظاره. حلو. تكمل لاخر المسبح. طبعا. بعدين ترجع تلبس النظاره، تفسخ السلندر. حلو. تحطه قدامك وتدش بالمانع وانت فاسخ السلندر ومعلق قدام، معلق. تمام. السلندر بيدك. تمام. فقط هذه نقول احنا الحركات الرئيسيه اللي تسويها. في هو في كذا سباق. اي. في اللي هو الانتشال الاس ام بي الباراشوت. تمام. هذا شلون لحظه خلينا نوقف عندها. هو يكون في وزن. اي. موجود على مسافه معينه. نعم. المسابقين كلهم يم بعض. حلو. ينطون. اللي يروح حق الوزن اول واحد ويتفخ الوزن ويتاكد انه وصل. نعم. تعلق يعني. أيوة. يكون بين المايتين على قولتهم ويوصل حق الفينش هو الفايز. ممتاز. انت جبتني وكني وديتني شويه للاولمبياد، هل هذه الرياضه معترف فيها اولمبيا؟ معترف فيها. حلو. ويعني قاعد نشوفها في الاولمبياد. ايه. والله ما لها اشوف. والله هو توها، لان بالكويت. آه توها. توها بالكويت. حلو. تونا مشاركين رادين من بطوله العالم في روسيا. تمام. تحت منظمه سيماس. حلو. وتوها اللعبه اول سنه يعني. الفريق ما شاء الله كم عدده؟ احنا 7 اشخاص. حلو.
وعشان تعرف ظروف كورونا ما في مسابح حق نختبر الناس او ان مع ان فيها اقباليه وايد ما شاء الله. الكويت اكثر شباب الكويت غواصين وسباحين فعلا, فعلاً صح كلامك. فبعد ما شاركنا البطوله شفنا اقبال كثير على اللعبه يعني من اللاعبين يعني. ممتاز. بطلع بالتقرير وبسولف اكثر وياك فهد عن هذه الرياضه, رياضه الغوص والانقاذ في المسابح الداخليه. نشوف التقرير مع بعض ولا نعوده. القوس رياضة تعتبر من أقدم الرياضات التي عرفها الإنسان منذ القدم, حتى أنها في بدايتها لم تكن رياضة بقدر ما كانت واحدة من أهم الطرق التي كان يستخدمها الإنسان في البحث عن الغذاء وجمع اللؤلؤ. ومع مرور الزمن أصبح القوس ليس مجرد وسيلة لكسب العيش بقدر ما أصبحت رياضة ترفيهية يستطيع الإنسان من خلالها التعرف على هذا العالم القامض ويرى عظمة الخالق في خلقه. رجعنا وياكم مشاهدينا من بعد تقرير والغواص فهد سالمين. نعم. برجع إلى عدد الدقائق اللي لازم تقطعها أو تكون فايز أنت. حلو. كم الدقيقة؟ هو على حسب أنت مجهودك وأدائك باللعبة. هو التمرين ما في وقت معين يعني. مفتوح. هو سباق. مفتوح. إيه اللي يوصل أول هو الفائز. أسرع وقت عندنا في الكويت شف. أسرع وقت على حسب هما في كذا فئة. حلو. مثل ما قلت هو عندنا الانتشال الاس ام بي. أيوه. وعندنا الانتشال الاس ام بي مقسوم نصين في 50 وفي 100. حلو. وعندنا الموانع عندنا 100 موانع عندنا 300 موانع. تمام. وعندنا الموانع مع الإنقاذ اللي هو يكون في عندك وزن. تخلص من الموانع ايوه تاخذ الانقاذ اللي هو يكون مثل دميه ايوه توصلها للنهايه. حلو فهد سالمين الخمسين متر كم قطعتها؟ الخمسين والله مو ذاكر. زين انت مميز في هالرياضه صح؟ عدل ما شاء الله. ايضا انت انا اعرفه مميز في رياضه ثانيه. عدل تبارك الرحمن. الجمع ما بين رياضه هذيك رياضه خلينا نقول خارجيه وهذه رياضه تحت الماي. عدل. البايك شو احنا نقول ورياضه اي رياضه اقرب الى فهد سالمين؟ الغوص. الغوص اكيد. ليش حبيته اكثر من البايك شو؟ لان انا غوص من 2008. نعم. اطلع مع الوالد والخوال بحر. حلو. فمن وانا صغير بالغوص والبحر حبيته زياده. اكيد. زين شنو الاشياء الرئيسيه اللي لازم تكون عندك عشان يوافقون انك تدخل وتلعب هذه الرياضه؟ اهم شيء انك تكون عندك رياضه بدنيه. نعم. حاصل على شهاده غوص. حلو. من اي منظمه بس ان الافضل يعني حق البطولات هي منظمه سيمس. نعم. ان هي بطولات اكثر شيء تكون تحت منظمه سيمس. تمام تمام. تقريبا احنا غطينا رياضه الغوص والانقاذ وتعرفنا على قوانينها بس الاخوان يغششوني في الاعداد يقول الوالد الله يحفظه حكم في رياضه الدراجات الناريه الكلاسيكيه. عدل. ليش ما اتجهت الى هذه الرياضه وليش ما حبيتها ولا تخاف منها؟ لا ما اخاف منها بالمنافسه. تخاف منها بالمنافسه؟ هو اكيد يعني الوالد بس. شاركت انا بطولات فيها ونافست بكذا بطوله. حلو. خارج الكويت. حلو. وهو يدري شنو صار. ودك هو يدري احنا ما ندري. ايه؟ المشاهدين ما يدرون فزت عليه ولا فاز عليك. لا انا اللي فايز. وتقولها خايف. واضح الخوف. واضح. مشكور فهد على تواجدك اليوم معنا في قناه اللعبه وكل التوفيق ان شاء الله لك في هذه الرياضه وفي اي رياضه. وبالعكس احنا نشد على ايدك وما شاء الله نتمنى لك التوفيق لانك انت صاحب مواهب كثيره. شكرا لك حبيبي يعطيك العافيه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. فعلا كل انسان الله وهبه بموهبه ممكن تكتشفها وانت صغير وممكن تكتشفها متاخر بعمر اكبر, ولكن كيف تحافظ وكيف تستمر بهذه الموهبة وتطور هذه الموهبة. إن شاء الله كل واحد يلقى موهبته بشكل سريع ويتميز فيها. الوعد يتجدد في حلقة أخرى برياضة أخرى في قانون اللعبة. مع السلامة.